سليم السيد الوزير المحترم، السيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة، السيد الكاتب العام لوزارة العدل، السيد رئيس جمعية هيئة المحامين المغرب، أستاذ نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيد رئيس جمعية المحامين من المغاربة ومن أصول مغربية المزاولين بالخارج، السيدات والسادة الحضور الكريم، كل بصفته واسمه، الأساتذة النقباء، السيدات والسادة الحضور الكريم، يشرفني بداية باسم السيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكافة أطر الوزارة أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة التي تنظم بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج. فقد ارتأت الوزارة في إطار العناية بحقوق ومصالح مغاربة العالم أن تنظم هذه الندوة التي سوف تتدارس المشاكل المرتبطة بتطبيق مدونة الأحوال الشخصية في على ضوء الاتفاقية الدولية والقانون المقارن، وذلك في كل ما يرتبط بالقضايا والمشاكل التي تعتري مصالح مغاربة العالم المقيمين بالخارج. السيدات والسادة الحضور الكريم، فخلال يومين للعديد من المشاكل المطروحة فيما يخص العديد من القضايا التي تهم الأحوال الشخصية وخصوصا لمغاربة العالم. السيدات والسادة الحضور الكريم، قبل أن أشرع في الكلمات الافتتاحية لهذا، أدعوكم جميعا للوقوف للنشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة نقد رئيس النيابة العامة، السيد ممثل الرئيس الأول لمحكمة نقد ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ. إحدى أهم أكبر محطات العالمية هو احتضان مؤتمر المنظم من طرف الأمم المتحدة حول الهجرة، والذي خرج بميثاق استثنائي وتاريخي. أكيد أنه غير ملزم، لكن لبنة أولى في وضع ترسانة قانونية كونية للتعاطي مع ظاهرة الهجرة. ميثاق عالمي من أجل هجرة منظمة منتظمة ودائمة، سيعرف الآن وسيبقى في التاريخ حاضرا بميثاق مراكش. نعم، صاحب هذا الميثاق نقاشا كانت فيه خلافات واختلافات بين مجموعة الدول. المغرب حافظ دائما بحسن المعالجة بحكمة وتبصر، وكان رائدا في تدبير هذا النقاش الصعب. خرج ميثاقا كونيا ليس ملزما، لكن كما قلت هو بمثابة أرضية توافقية قد يشتبه مع مجموعة المرجعيات الكونية التي أصبحت ملزمة الآن وحاضرة دوليا، لكن هو منطلق لتدبير إحدى أهم التعقيدات. المغرب وفق هذه الرؤية الملكية سواء على مستوى إفريقيا عندما
ناشد جد الملك في القمة التي في أديس أبابا من أجل رؤية إفريقية لسبب الهجرة. لم تكن هذه الرؤية تنطلق من فراغ بل من معطيات علمية. حسب المنظمة الدولية للهجرة هناك في العالم 258 مهاجر، 252 مليون مهاجر، منها 32 مليون مهاجر إفريقي في العالم، لكن داخل 32 مليون 16 مليون مهاجر داخل إفريقيا وليس خارج إفريقيا، بمعنى أننا أمام ظاهرة إفريقية الهجرة. وبالتالي هنا الموقف الشجاع جلالة الملك، كون إفريقيا تحتاج إلى سياسة إفريقية لتدبير الهجرة ولأسس الهجرة السلمية. إذن المغرب قدم خارطة الطريق والتزم بكل ما قدم. البارحة في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك